السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام لكل متابعينا الكرام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف صحة وخير، ومعاكم إيمان سعيد. النهاردة هنعمل مع بعضينا بشوية دقيق على شوية زيت كده، هنطلع مع بعضينا البقسماط. لو انت قاعدة زهقانة تقدري تقومي تعمليه، حلو قوي في فطار الصبح قبل ما الولاد يروحوا المدرسة، جنب كوباية لبن بيبقى حاجة هايلة جدا. حابة اوريكم واحدة كده، شايفين عامل ازاي؟ انا مكسرة واحدة كمان اهي فوق، وده التسوية بتاعته من ورا اهو. نفتحه، بسم الله، سامعين صوت القرمشة؟ شايفين مفرغ وهش ازاي من جوه، مش مكتوم، حلو جدا، هيعجبكم ان شاء الله. لكن لو اول مرة تشوفي قناتي، قبل ما تتفرجي على الفيديو ما تنسيش تشتركي وتضغطي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو على كلمة اشتراك، وتفعلي الجرس وتختاري الكل، وتكوني معانا ومنورانا على القناة باشتراكك. وما تنسيش لو عجبك الفيديو تدوسي له لايك وتفعلي الجرس زي ما اتفقنا. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا بالصلاه على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونسمي الله ونشوف الطريقه والمقادير. المقادير معايا هنا نص كيلو دقيق، ما يعادل 3 كوبايات ونص من المج، ده مج الشاي العادي، عليهم رشه ملح، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، دي معلقه ممسوحه، ومعلقه صغيره من السكر الحبيبات، نص كوبايه زيت ما يعادل 100 جرام، معايا هنا كوبايه ونص ميه، قبليه للزياده او النقصان. اول حاجه هعملها، يعني شايفين المقادير كلها سهله جدا وكلها جوه البيت. اول حاجه هعملها هقلب المواد الجافه دي مع بعض، اضيف عليهم الزيت عشان يتقلب كله كده مع بعض. هبدا افرك الزيت ده جوه الدقيق لحد ما احس ان هو عمل معايا زي حبات الرمل كده، مش عايزاه يكون مكتل معايا او عامل كتل بالشكل ده، لا، اوزعه كله في الدقيق. الخطوه دي مش هتتم غير بايدي، مش هتقدري تعمليها بالمعلقه، عشان لازم تفركيه كده في بعضه، لما بيتفرق كده بيفك كله من بعضه. بعد ما فركته كله بالشكل ده بقى جاهز معايا خلاص لتاني مرحلة او لاخر مرحلة، وهي العجن. الكوباية اللي مليانة دي هضيفها كلها وهبدأ اعجن، لو احتجت هبدأ ازود من النص كوباية التانية. انا حاسه لسه ان العجينه ناشفه معايا، محتاجه سنه ميه بسيطه، هضيف بالراحه وبالتدريج علشان خاطر العجينه ما تسيلش مني. ضفت حوالي معلقتين كبار وهبدا الم بقيه العجينه، انا عايزاها عجينه طريه معايا بس في نفس الوقت ما تكونش بتلزق قوي، يعني يكون فيها تلزيقه بسيطه وخفيفه. زي ما احنا شايفين العجينه لمت معايا وما بقتش فيها اي دقيق، حتى كمان نضفت معايا الطبق او الحله اللي انا شغاله فيه. هعمل ايه؟ هدعكها بس لمده 5 دقائق، يعني هعجنها لمده 5 دقائق كمان علشان خاطر تديني طراوه وهشاشه معايا. زي ما بنقول كده بالبلدي، ما يطلعش معاك البقسماط مكتوم، يطلع مفرغ وهش من جوه، العجن هو اللي بيخليه يعمل كده. ده شكلها بعد ما عجنتها، شايفين بقت عامله ازاي؟ فيها المطه الحلوه دي والطراوه الجميله دي. تمام كده، هلمها كده بقى على شكل كوره وهغطيها وهسيبها تختمر لمده نص ساعه او لحد ما بيتضاعف حجمها معايا، وبعدين نرجع نشكلها ونشوف بقيه الخطوات. هبدا بقى دلوقتي اجهز السمسم للبقسماط، معايا هنا دي 3 ارباع كوبايه سمسم، وهضيف عليها شويه ميه، تقدري تضيفي لبن، وهقلبهم كويس مع بعض. كده بقى السمسم جاهز معايا، هبدأ اجهز معايا الصاج، هحط فيه
نقطه زيت كده، ادي الصاج معايا حاطه فيه نقطه زيت، وهفرشها كلها. ده بقى شكل العجينه بعد ما اختمر معايا وتضاعف حجمها كده. انا مش هرمي الاسترتش ده عشان هغطي بيها بقيه العجينه. هبدا كده المها، بسم الله. خدها هنا بس، هدهن هنا دهنة زيت الفرشة اللي انا كنت بدهن بيها الصاج كده، وهبدأ افرد العجينة. خليها كده مستطيلة وكلها على قد ما اقدر سمك واحد. هبدأ بقى اقطعها لتلات قطع كده على قد بعض، يعني بالنظر كده او بالعين. وهبدأ اعمل صوابع كده. شايفين ادي اول واحده، خدها كده. احاول وانا بفرد اخد من جوه من جوه لبره كده كده. لاحظت انت بقى حاجه كده يعني تخينه شويه، بتعدليها كده. السم كده كويس جدا عشان لسه هتخمر، حاولي ترفعيها بس ما ترفعيهاش قوي. لو في حاجه هنا مش عدله او حاجه معايا بشيلها كده. حاولي كلها تبقى مقاس واحد زي ما قلنا في الاول، نرفع عشان لسه التخمير كده. اهو شكلها معايا وهي ني. هجيب بقى معايا السمسم اللي انا كنت بلاه، وهحط البقسماطه فيه كده. شايفين؟ بصوا بسم الله كله. ادي السمسم معانا، تقدري تستخدمي سمسم ني او سمسم فاتح زي ما تحبي. وهبدا ارصه في الصاج اهو بالشكل ده. شايفين سهل جدا، هعمل معاكم كمان واحده. لو واحده بقى زي دي طلعت طويله معاكم بالشكل ده، تقدري تقسميها على اتنين طالما حرفها مظبوط وهي زي الفل معاكي. ادي البقسماطيه معايا اهي قد التانيه ومقاسها تمام، وادي واحده كمان اهي بصوا مقاس بعض، يعني العين برضو بتحكم. هاخدهم الاتنين، هاخد الاتنين بالشكل ده كده اهو، امشيه بس كده على السمسم حاجه بسيطه، وبيبقى معايا بالشكل ده. ارصه دايما يبقى في فرق بين كل واحده وواحده. ادي برص طبعا على الناحيه اللي ما فيهاش السمسم اهو، بتبقى المسافه بينهم كده. شايفين التقطيع واحد ازاي، الرفع واحد، وكمان الطول تقريبا واحد. حاولي دايما تحافظي على المسافه دي اللي بينهم والطول والسمك، عشان لسه هيخمر معانا تاني. هكمله وهنرجع نشوفه ان شاء الله لما ندخله الفرن. ده شكله بعد ما قطعته خلاص. شايفين شكله حلو قد ايه، عمل معايا الصاج الكبير ده. ده صاج اللي هو مقاس 50، وعمل معايا او مقاس 60 حاجة زي كده يعني، وعمل معايا كمان الكام واحدة دول اللي في الصينية. هسيبه بقى بما ان الجو حر قوي عندي، فهسيبه يختمر ربع ساعة بس، مش هسيبه اكتر من كده. لو الجو برد عندك سيبيه لحد نص ساعة تمام، وبعد كده بندخله على درجة حرارة على فرن درجة حرارته 150، ما بيبقاش اعلى من كده. الفرن بتاعه بيكون هادي علشان يحمص معاكي او ينشف معاكي. هنسيبه لمدة حوالي نص ساعة، من نص ساعة ل 35 دقيقة، ما بياخدش برضو وقت اكتر من كده. احنا ما بنشغلش عليه الشواية خالص يا جماعة، هو بيحمر
براحته، هو كده كده بيحمر براحته، احنا بنشغل تحت بس وبنحطه في الرف اللي في الوسط. تمام كده، نشوفه ان شاء الله بعد الفرن. ده شكل بقى البقسماط بتاعنا النهائي، حلو جدا، مخلي ريحة البيت في منتهى الجمال. حابه بقى نكسر واحدة كده مع بعضين، شايفين ده شكله من فوق وده اللون اللي اخده معايا من تحت، اخد معايا بالظبط نص ساعة في الفرن. بسم الله، سمعنا صوت القرمشة، بصوا مفرغ من جوه، نكسر حتة كمان اهو يا جماعة، شايفين الجمال، حلو جدا. ده بقى كان فيديو النهاردة معاكم، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة على اليوتيوب. كان معاكم إيمان سعيد، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.